السولار ويندز برنامج حد 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 معروف. من كثر ما هاي البرنامج معروف، الشركات العودة اللي في أمريكا تستعمله، بنوك في البحرين تستعمله. تعرفون صار حق هاي البرنامج؟ صارت في ثغرة تقريبا قبل شهر أو شهرين، ما في أحد ما تبهدل بسباتها، حتى الداخلية اللي في أمريكا تبهدلت. حق الأوارم اللي عبالهم الموضوع مال السكيورتي غشمرة، تعالوا وياي بعلمكم شو السالفة. مرحبا فيكم، معكم أمين التاجر. اليوم الموضوع مالنا مثل ما قلنا موضوع الأمن السبراني والحماية، وطبعا هاي واحدة من المواضيع اللي وايد تضحكني. ليش؟ لأن أغلب الوقت لنا سولف ويا الأوادم كل عبالهم من هالكلام بس ينطبق على الشركات العودة، لكن الواقع أثبت لنا شيء غير. سواء كانت شركتك صغيرة ولا شركتك عودة، في النهاية ترى الهاكرز يوصلون لك. فاليوم نبي نتكلم عن المشاكل اللي أنت لازم تحتاط منها، وشلون بعدين تقدر تحمي نفسك من هاي المشاكل. حيكم وياك. عندنا طريقتين عن طريقهم الهاكرز يقدرون يوصلون حق الشركة مالتك. الطريقة الأولية اللي لها علاقة شلون أنت تشغل شركتك، شلون الدوام، شلون الموظفين عندك يعملون في الشركة. أول شيء طبعاً موضوع يسمونه السوشيال إنجينيرينج، أو بالعربي الهندسة الاجتماعية. والفكرة منه لأن يبي الهاكر شو يسوي، أول شيء يتصل لك مثلاً بالتليفون، يحسسك أنه هو واحد من الموظفين القديمين اللي عندك، ساعات يحسسك أنه هو إنجينير أو تكنيكال بيرسون يبي يساعدك في واحدة من المشاكل. لأن يعرف الهاكر كلمة أو كلمتين لهم علاقة بالتخصص مالك، يمكن يحسسك أنه هو ترى يشتغل وياك أو شيء من هالقبيل، وبعدين يقدر يقص عليك. لأن إحنا بآخر لازم نفكر فيها بشكل واقعي، معظم الأوادم ينقص عليهم. من يحسسك أنه هو ترى من الفيلد مالك، من المجال مالك، تصير تصدق. وهي مشكلة بالخصوص عندي إياها في المجتمع البحريني، وايد نصدق الأمور بسرعة. الموضوع الثاني اللي هو موضوع الحسابات والأكاونتات. عادة في الشركات العودة بالنسبة حق الحسابات ما فيها غشمرة أبداً. معناته لأن أعطي أمين الحساب ماله، مو من حقك تعطي الحساب ذي حق شخص ثاني أبداً. يعني مثلاً بتطلع إجازة ما بتطلع إجازة، الأكاونت مالك يظل عندك. مو سوي ذي الحركات تطبع لك ورقة تكتب فيها الاسم مالك ويا الباسورد وتحطها على كمبيوترك على أساس رابعك عقب الدوام يكملون السوالف عنك. فهاي البارت مال الحسابات لازم وايد تحاسب عليه. إذا واحد قدر يستعمل أكاونت مو حقه عادي يطيلك وايد مشاكل. البارت الثالث اللي هو موضوع المبرمجين اللي في الشركات. معظم المبرمجين اللي يشتغلون في الشركات ما عندهم خبرة. ليش؟ أحياناً الشركات تقول لك خلني أنا مثلاً بجيب لي مبرمج تو حديث وأنا بعلمه. إنزين، هذا الشيء يمكن مثل ما نقول cost effective، يعني يصرفك مادياً، لكن أنت هنا في عندك مشكلة وايد عودة، إن اللي بيتعلم بيتعلم على ظهرك. فمعناته حتى في أمور السكيورتي ما يدرونش السالفة. وهاي الشغلة شفتها أنا بعيوني وايد وايد. المبرمجين يجي لك مثلا معاشاتهم 300 دينار وحتى ساعات يجون لك 500 دينار شيء ليدد، لكن يبدي يتعلم على ظهرك زين ما زين، ولا يدري عن السكيورتي ولا دوان الله حاطه. يسوي شغلات جدا بسيطة اللي الهاكرز عارفين أول بأول شلون يستغلونها. فهذه واحدة من المشاكل اللي جدا معروفة. عندنا بعد موضوع اللي هو يسمونه البرايفت هاردوير. عادة اللي يدشون الشركات على أساس أن الشركات يخلون الموضوع ما أكثر يصرفهم مادياً، يقولون لك تعال بالجهاز مالك، اللابتوب مالك، واشتغل عندنا. يسمونها bring your own device BYOD، وهاي الشركة شغلات وايد معروفة عند الشركات. لكن مشكلة هاي الشغلة أن أنت كشركة ما تدري قاعد يصرف الجهاز مال الشخص نفسه. يمكن مركب برامج مو زينة، يمكن مركب ألعاب وهاي الألعاب فيها برامج مو زينة. في النهاية أنت البزنس مالك مهدد كلش، لان انت قاعد تثق في الجهاز مال هذا الشخص. فالشركات العودة شو تسوي؟ يقومون يعطونك الجهاز الخاص فيهم. ليش؟ لان حتى هالاجهزه مركبين عليها برامج وايد على اساس يتاكدون ان ما في ولا شيء خطير على الجهاز لما بتتصل في الشركه مالتهم. في شغله بعد معروفه وايد يسمونها الفي بي ان، فيرتشوال برايفت نتورك، وهاي الغرض منها نوع اللي يكمل على موضوع الجهاز اللي تكلمنا عنه. اذا انت تبي تتصل بالايميل مالك، تبي يسوي شغلة لها علاقة بالبزنس مالك، عادة الدش بسكيور لاين خاص على الانترنت، وما تستعمل الانترنت العادي. يعني لازم تشغل برنامج مال الفي بي ان اللي بيسوي لك نفس القناة الخاصة بين كمبيوترك وبين الشركة، فما في هاكرز يقدرون يطلعون انت شو قاعد تطرش من معلومات. حتى لو تشتغل مثلا في بابليك واي فاي، تخيل انت قاعد في كوفي شوب او في المطار. وللعلم هاي الموضوع تكلمنا عنه في السابق في واحدة من الفيديوهات القبلية. بالنسبة حق الموضوع الثاني اللي هو موضوع التكنولوجيا وشلون الهاكرز يقدرون يستغلونها في الشركات، أول شيء أشوفه شائع بشكل جدا خرافي
اللي هو موضوع البنية التحتية. انت لان عندك شركة في عندك وايد شغلات لازم تخليها على اساس السيستمز اللي عندك تشتغل. واحدة من ذي الشغلات مثلا اذا عندك موقع على الانترنت، اذا تبي الاوردم يدفعون لك اونلاين، احيانا عندك ايميل مثلا مثل بنوك العودة اكيد عندها شغلة نسميها الايميل سيرفر، يعني لما تطرش ايميل هاي التكنولوجيا اللي فيها ايميلاتك ترى موجودة داخل البنك نفسه، مو موجودة ساعات برا. فالخلاصة اللي بقول لكم اياها ان البنية التحتية لازم نسوي لها سكيور بطريقة معينة. ففي عندنا شغلات مثل الفاير وولز يسمونها الجدار الناري بالعربي، عندنا الانتي فايروس. مصدقين انتم ان شركات عودة تطلع ملايين الدنانير بس ما عندها انتي فايروس؟ شلون ماشي هالامور؟ انا مو مصدق. وهذا لين ما يسكون الا لين ينضربون ضربة تعورهم عادل. فموضوع البنية التحتية وايد مهم ان الواحد يحاسب عليه بشكل جدا عود، سبيشلي اذا الشركة مالتك بدأت تكبر. البارت الثاني في شيء يخليني للحين ليومكم ذي استغرب، معقولة شركات تطلع مبالغ وايد عودة ما قاعدة تشتري برامج أصلية؟ يعني للحين بالنسبة لهم ان انا اقدر ادش التورنت فرضا وانزل لي برامج مكركة واستعملها يوم عن يوم. وحق الاوادم اللي ما شافوا فيديوهات القبلية قلت لكم عن قصة بنك بنغلاديش، بنك البنك المركزي في بنغلاديش، شلون قدر ان هاي البنك ينضرب ضربة كلش عودة ان نستعمل برامج مو اصلية، وعن طريق الهاكرز بدوا قدروا معذرة يطرشون مبلغ جدا عود ووقفوه اللي هما جماعة السويفت امريكا، حق الاوادم اللي ما يدرون شو السالفة. فان انت تستعمل برامج اصلية هذه مو غشمرة، اذا ما استعملت بتودي روحك في داهية. وطبعا غير ذي في موضوع دائما نتكلم عنه وجدا جدا مهم، موضوع الابديتس. يا جماعة ترى موضوع الابديتس مو موضوع بسيط، انت لازم تسوي ابديتس اسرع ما يمكن. ليش؟ في شغلة في عالم السكيورتي يسمونها زيرو داي اكسبلويتس. المعنى منها شنو؟ معناته ان في ثغرات تطلع الهاكر يقدر يستعملها قبل لا ان اللي مسوي البرنامج يصلح هاي الشغلة، متخيلين؟ يعني مثلا في بعض الثغرات تتم 8 ساعات 10 ساعات قبل لا يصلحونها. خلال هالثمان ساعات الهاكر يقدر يسوي بلاوي، يقدر يدش على بنوك، يقدر يدش على شركات. فانت كل ما تسوي ابديت بسرعه قاعد تحمي نفسك من هاي المشاكل اللي تصير. في شغله بعد بركز عليها اللي هي موضوع التشفير. عاده الشركات اللي عندها باك ابس اللي تخلي مثلا النسخ الاحتياطيه سواء على الكلاود او حتى على سيديات او على اشرطه، لازم تشفرون هذه البيانات مالتكم. ليش؟ ترى بقول لكم تصدقون ان معظم الهجمات اللي تصير على الشركات ما تكون عن طريق الانترنت؟ نعم يعني الانترنت سبب جدا كبير ان الواحد يسوي لك هاك، بس معظم الاوادم حتى مثل ما نقول فيزيكلي يعني فيزيائيا يدشون مثلا على الوير هاوس مالك المخزن ويبوقون مثل ما نقول الهاردسكات مالتك اللي حاطوها من كباك اب. فمعقوله بتخلي الباك اب مالك بشكل فيزيائي لكن ما عليه باسورد؟ لازم تشفر معظم النسخ الاحتياطيه اللي عندك اياها. وطبعا غير ذي لعدنا بنتكلم عن شغله يسمونها تو فاكتور اوثنتيكيشن، يمكن تتذكرونها من واحده من الفيديوهات القبليه. والفكره منها اذا انظمتك فيها شيء جدا مهم، ابيك تحط مو بس باسورد على الانظمه مالتك، حط باسورد، حط فينجر برينتس، حط التوكنز اللي تكلمنا عنها في حلقه البيتكوين. الشغلات هاي كلها لها علاقه بالتو فاكتور اوثنتيكيشن. وطبعا اذا بنتكلم عن التكنولوجيا في وايد اشياء، بس بحد معين هاي الشغلات جدا مهمة وتعتبر الأولويات اللي كل شركة لازم تسويها. طبعا إذا احنا بنتكلم بصراحة، ترى في هاكرز على مستوى الحكومة، في عندنا هاكرز يطقطقون مثلا صغار، ففي النهاية انت ما تقدر توقف كلمين، وحتى الشركات العودة يدرون الشغلة. لكن الشيء اللي لازم تسويه ان انت تحاول اكثر ما تقدر تحاول تمنع الهاكرز يوصلون لك. يعني مثلا تشتغل على التكنولوجيا اللي عندك، تشتغل حتى على تثقيف الستاف اللي عندك، ففي النهاية ما بتقدر توقف كلمين، تذكر ذي الشغلة، بس حاول تسوي أكثر ما تقدر. خلونا نتكلم عن التفاصيل اللي تقدر تسويها على أساس تحصن روحك من موضوع الهاكين. أول شيء لازم تتذكر أنت إذا بتوظف أوادم لازم ترى تستثمر فيهم، يعني مو تجيب لك بس واحد لأن السعر مثلا ماله رخيص أو المعاش اللي بياخذه كلش نازل، تبي تجيب لك واحد فاهم في شغلته. هذه الأمور ليش تضحكني؟ لأن ساعات الأوادم يشوفونها من نظرة مادية، يقول لك مثلا بيجيب لي واحد معاشه 500 دينار ولا يجيب لي واحد مثلا معاشه 1500 دينار. ترى أحيانا اللي معاشه 1500 دينار ما بيسوي لك نفس المشاكل اللي بيسويها لك بو 500 دينار. وثاني شيء ترى موضوع الكلتشر، مثل ما أقول موضوع الثقافة، موضوع الترينينج، هاي كلها أساسيات. أنت لما بتجيب واحد حتى لو ما له في الـ IT، مثلا بتجيب لك واحد بيشتغل لك في الأوبريشن أو بتجيب لك واحد مثلا كاستمر سيرفيس، لازم تعلمهم الأساسيات شلون يتعاملون مع هالنوعية من المواقف.
بالخصوص موضوع الهندسة الاجتماعية، لأن هذا اللي قاعدين في الفرونت ديسك مثل ما نقول، اللي يجابلون الكاستمرز، إذا ترى ما يرون بالسالفة هذي ينقص عليهم، يلهم واحد يحسسهم أنه ترى هو مانجر، أو مثلا جاي بيصلح شغلة لها علاقة بالكمبيوتر، ويحطهم برنامج وديكم كلكم في داهية. البارت الثالث اللي هو موضوع الحسابات. داخل الشركات في موضوع الحساب، الحسابات لا تتغشمرون أبدا. إذا تعطي واحد اليوزر نيم والباسورد مثلا والتوكن ماله، حاول تحط حق كل اللي يشتغلون وياك هذا القانون وهاي النظام، ان ما حد يشارك الثاني بهاي الشغله، لان احنا الغرض من هاي الموضوع نبي نعطي كل واحد الحساب ماله على اساس نعرف مين سوى شنو، شنو الشخص الثاني سوى بعد بالضبط. هاي التفاصيل وايد مهمه اذا بعدين بغيت انت تطالع وتتبع الامور، تبي تعرف ايش صار، مين سوى شنو بالضبط. البارت الرابع، في عندنا نوعيه من البرمجيات يسمونها مفتوحه الماستر، او بالانجليزي يسمونهم open source applications. هذين النوعيه من البرامج ترى وايد مفيدين. ليش؟ طبعا حق لمحه سريعه حق اللي ما يدرون شو السالفه، الاوبن سورس بروجرامز الغرض منهم ان انت لما بتنزل لك برودكت الكود ماله طريقه تصميمه موجوده اونلاين على واحده من المواقع، اكبر المواقع حق هاي الشغله يسمونها جيت هاب. والشيء اللي يفرق عن البرامج الثانيه اللي بتشتريها من بعض الشركات الثانيه، ان ذي الشركات لما بيعطونك البرامج ما بيعطونك الكود وياه، فانت ككاستمر ما تدري شلون البرنامج يشتغل، حتى ما تعرف المشاكل اللي فيه. لكن الشركات اللي تستعمل open source applications، المصادر المفتوحة، يقدرون حتى مثلاً هم بروحهم يقرون السورس كود، يقرون المصدر، ويصيدون المشاكل اللي حتى راعي الشركة ما يقدر يصيدها، عرفتوا؟ ففي وايد فوايد حق البرامج مفتوحة المصدر. في عندنا الشغلة الأخيرة بعد اللي هي موضوع الشفافية. في النهاية ترى معظم الوقت شركات العودة بتنضرب، فأنت علاقتك ويا الكاستمر لازم تكون كلها شفافية. إذا صادك شيء لازم تصير تخبر الكاستمر ان ترى مثلا الباسوردات انباقت، تحتاج تغيرون الباسوردات مالتكم. وترى للعلم اكبر الشركات انضربت، شركات مثل كانفا، شركات مثل ياهو، شركات مثل سوني، كلهم صارت لهم مشاكل عوده. لكن اللي سووه انهم كلموا الكاستمرز وقالوا لهم ترى يا جماعه احنا صار لنا هاك، غيروا باسورداتكم على اساس الدمج يكون حد صغير. في هجمه يسمونها دي دي او اس، وهي اختصار ديستريبيوتد دينايل اوف سيرفيس. شنو الفكرة من ذي الهجمة؟ الفكرة ان انا عادي اروح حق الدارك ويب واعطي واحد مبلغ بالبيتكوين واقول له ترى شنو ابي منك؟ ابي منك هاي الموقع ما بيشتغل تماما، حتى لو تسدح لنا حق يومين او ثلاثة ايام، اهم شيء ما يشتغل، سواء كانت عندك اغراض تجارية ولا اغراض دينية ولا حتى اغراض سياسية. وصلنا لهالزمن، ارفع مبلغ واسوي هجمات الكترونية. فابيكم تعرفون في نهاية اليوم موضوع الهاكينج موضوع جدا سيريس، حاولوا تحتاطون فيه، لأن الموضوع إذا غلطتوا فيه بتروحوا في داهية. شكرا، حلقة الجاية.